ربيع الأنوار. توحدوا وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم، كونوا في الصف بدون اختلاف، بدون كراهية، تحبوا. رسالة هي الأمة أجمع أن يهتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسكوا بسنته، وأن لا يضيعوا آدابه، ولا سيما في بيوتهم وأعمالهم وجميع شؤون حياتهم. أن نكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرأ سيرته خصوصا شمائله صلى الله عليه وسلم. الرسالة التي أريد أن أوصلها إلى الناس أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست فقط باللسان ونقول نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يجب علينا أن نهتدي به، يجب علينا أن نتعامل بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع كافة الناس. ينبغي لكل واحد منا أن نتناصح بين البين. الإسلام خصوصا أن يعظموا ما في دينهم. ربيع الأنوار، ربيع الأنوار، ربيع